والشعارات المختلفة التي بدأت في الظهور مشاهدينا الكرام بكل قوة وبكل تحدي في مشوار هذا اليوم، حيث كانت البداية لهالي الغربية وكان الناموس مشاهدينا الكرام حضر مع هالي الغربية في الشوط الأول الرئيسي كانت شديدة. راشد بن سويد بن قران المنصوري دقيقتين 58 ثانية و13 جزء من الثانية تانينا والناموس. بينما مشاهدينا الكرام في الشوط الثاني والشوط الرئيسي من خلال التواجد والتحدي كان الرسمي لمحمد بن بطحان بن قران المنصوري، حيث حقق التوقيت الافضل والاجمل في انطلاقات هذا اليوم بتوقيت زمني مقداره دقيقتين 55 ثانيه و23 جزء من الثانيه تانينا والناموس على هذا الانتصار، واسعد الله صباحكم يا اهلي الغربي. بينما مشاهدينا الكرام المركز الأول في شوطنا الثالث ذهب لهالي زاخر وهالي العين، حيث كانت نتيجة مشاهدينا الأعزاء من خلال تواجد جواهر مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي، حيث حققت ثلاث دقائق ثانية واحدة وثلاث أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لهالي زاخر والبن مفتاح خاصة. بينما الشوط الرابع حضر مروض في هذا الأداء الجميل والأداء المميز وحضروا هالي الهباب، حيث حقق الانتصار الجميل والانتصار المميز لسعيد بن عتيج المقعودي هنا لهالي الهباب، وحيث كان الانتصار حليفهم في هذا الشوط بثلاث دقائق و16 جزء من الثانيه تانينا والناموس على هذا الانتصار. بينما الشوط الخامس اخذ التصريح من جديد وياتي شعار المقعودي ليحقق ثاني الانتصارات مره اخرى في هذا اليوم ويهدي لهالي الهباب معلنا عن حضوره وتواجده الرسمي الدائم في ميدان دستور بقوه واداء وتصريح مميز لانتزاع المراكز الاولى ثلاث دقائق ثانيتين وجزئين من الثانيه واسعد الله صباحك يا ابو مايد. بينما شوطنا السادس مشاهدينا الكرام يتمكرم في ناموس هذا الشوط ليتكرم هنا ويفوز بانطلاقه هذا الشوط مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي، وياتي بالتوقيت الزمني دقيقتين 59 ثانيه و20 جزءا من الثانيه ليحقق ثاني الانتصارات لهالي زاخر ولهذا الشعار لبن مفتاح. اما الشوط السابع حضرت جباره في مستوى جميل ومستوى رائع وياتي سعود بن علي الظاهري وياتي ليقدم لنا جباره في مستوى هذا الشوط بعد تنافس كبير وجميل وخطير بينه وبين شعار الرميثي، الا ان استطاع في اللحظات الاخيره ان يحقق الانتصار لهالي العين بثلاث دقائق ثانيتين وجزئين من الثانيه واسعد الله صباحكم يا اهلي عشارج. اما شوطنا الثامن أتى جلمود هنا مشاهدينا الكرام ليحقق انتصارا جميلا وانتصارا مميزا لراشد بن مبارك بن بطحان المنصوري وهالي الغربية، وانتصارهم الثالث في صباح هذا اليوم بثلاث دقائق وعشرين جزءا من الثانية تهانينا والناموس. أما الشوط التاسع حضرت شواهين وحضر مشاهدينا الكرام سيف بن مطر بن لاحج الهاجري، حيث كان الانتصار حليف شواهين حيث حققت انتصارات سابقة والسيارة في رصيدها بثلاث دقائق ثانيتين وخمسة أجزاء من الثانية، وسلام لأهالي ند الشبه سلام واسعد الله صباحكم. بينما شوطنا العاشر غزا غازي الناموس وشعار هالي زاخر وياتي مبارك بن حمد بن عميرة الشامسي مع هذه السلالة العريقة والسلالة الأصيلة ليخطف المركز الأول في اللحظات الأخيرة بقوة وأداء غازي بثلاث دقائق وثانيتين وجزءا وحيدا من الثانية. أما شوطنا الحادي عشر فأتت صبا مشاهدينا الكرام لتفوز بشوط مميز وأداء كبير وأداء وتحدي مثير في شوطنا الحادي عشر، ويأتون أهالي الهير حمد بن محمد بن قطامي العامري بثلاث دقائق وواحد وعشرين جزءا من الثانية ليفوز بناموس هذا الشوط بقوة الاندفاع وقوة هذا الاسم الجميل. أما الشوط الثاني عشر أتانا مزعج وأتونا هالي فلي المعلة وهالي الراشدية بالفعل مع مزعج، لياتي عبد الله بن سعيد الخاطري ليقدم لنا هذا الإنجاز الكبير، حيث قدم بدقيقتين 58 ثانية وواحد وعشرين جزءا من الثانية، واسعد الله صباحك يا الخاطري واسعد الله صباحكم يا هالي السوان في رأس الخيمة. أما الشوط الثالث عشر أتت الشاهينية في ناموسي هذا الشوط وأتى حمد بن مصبح بن عبود الغفلي ليقدم لهالي الفلي وهالي الراشدية هذا الانتصار الجميل والانتصار المميز بثلاث دقائق ثانية واحدة و11 جزءا من الثانية، واسعد الله صباحكم على هذا الانتصار. بينما الشوط الرابع عشر مشاهدينا الكرام أتى وافي لأحمد بن سعيد بن منانة السويدي وأتانا أحمد بن سعيد بن منانة الاجتبي وأتانا بقوة هذا الشعار وهذه السلالة وهذا الانتاج المميز، ويأتي بتقديم ثلاث دقائق ثلاث ثواني أربعة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس على هذا الانتصار.
بينما مشاهدينا الكرام الشوط الخامس عشر حضرة تكسب في ناموس هذا الشوط لتحقق الانتصار الكبير لمبارك بن ناصر بن سعيد بن نباح العامري، حيث كانت من خلال الأداء والنتيجة بثلاث دقائق ثانيتين وجزئين من الثانية بتفوز بانطلاق كبير وأداء مميز في نهاية هذا المطاف. أما شوطنا السادس عشر حضر شاهين وحضر أهالي السلطنة مشاهدين الكرام ليحققون انتصارات مميزة في أرضية ميدان المرموم، وهنا مشاهدين الكرام الكل أتى لينافس ويشارك بالفوز والانتصار. تهانينا لسعيد لعامر بن سعيد العمري بثلاث دقائق ثانيتين وثلاثة عشر جزءا من الثانية ليهدي أهالي السلطنة هذا الفوز والانتصار. بينما الشوط السابع عشر حضرت الظبي وحضروا كذلك مرة أخرى أهالي السلطنة، ويأتي سعيد بن عامر بن سالم حيث فازت الظبي بناموس هذا الشوط بنتيم ومقداره ثلاث دقائق أربعة أجزاء من الثانية، وكانت الظبي لتهدي أهالي بدية في سلطنة عمان هذا الناموس المميز من ميدان المرموم. أما شوطنا الثامن عشر حضرت الماهر بسرعة وأداء ومهارة قوية وخادم بن أحمد بن مطر الرميثي وأهالي السمحة على الفوز والانتصار وعلى العهد دائما بالتحدي والمنافسة بثلاث دقائق ثلاث ثواني وواحد وعشرين جزءا من الثانية لتحلق في فضا الناموس من خلال الانطلاق. أما الشوط التاسع عشر حضرت ملوح وحضر شعار بالسعودي في الصباح هذا اليوم مع مطر بن علي بالسعودي الاجتبي مشاهدين الكرام ليحقق الانتصار الكبير بثلاث دقائق وثانيتين وجزئين و12 جزءا من الثانية لتفوز بانطلاقة هذا الشوط وتتصدر المجموعة المشاركة بها. بينما شوط الختام حضرت الدكتورة وحضروا شعار أهالي الغربية مثل ما قدموا البداية مع شديدة ختموا مع الدكتورة انطلاقة سباقات هذا اليوم وحققوا أربع نقاط صباحية جميلة بقيادة هذا الشعار ثلاث دقائق ثانيتين خمسة أجزاء من الثانية. محمد بن سلطان بن قران المنصوري هو من اختتم مشاهدين الكرام جولتنا الختامية في انطلاقات اليوم في المرموم. هكذا أيها الحبل الكريم نأتي إلى الختام الكبير من خلال هذا الأسبوع ما قبل عيد الأضحى المبارك، إلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في سباقات ما بعد العيد. لكم أجمل تحية من الإشراف تيسير شنابلة ومن الأخراج محمد صبري ومن أمام المايك حمد وضيب شامسي. مع السلامة.